أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. أعزائي المشاهدين، نرحب معا اليوم بضيفتنا المميزة والجميلة مدام سماح من فينا صالون. يا أهلا وسهلا. أهلا، كيف صحتك؟ تمام الحمد لله. بداية نشكرك على تواجدك معنا ببرنامج، ونحب نعرف المزيد عنك وعن الصالون. أول شيء أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا بفينا صالون. ثاني شيء، نحن صالون للسيدات ولاكشري، في عنا كتير أشياء للشعر والنيلز وكل شيء بيخص الجمال للسيدات. ما شاء الله. طب ممكن تحكي لنا شوي عن الخدمات اللي بتقدموها بالصالون؟ أوكي، في عنا تقريبا كل شيء بيخص، قلت لك، الأظافر والشعر وحتى المايكروبليدينج. تمام. بتقدموا أي علاجات للشعر، للأظافر، للبشرة بالصالون؟ طبعا عنا تريتمنت للشعر، عنا تريتمنت للأظافر، وحتى عنا أشياء كمان بيعالج حتى السيدات اللي عندهم مشاكل الفونغوس أو الإنجروس، طبعا بالبيديكير بيتعالج. طبعا هذا بجانب الستايلات الحلوة ما شاء الله بتقدموا بالصالون. تسلم. طب إذا حبينا نسأل عن البرودكتس، شو أنواع البرودكتس اللي بتعامل معها؟ طبعا نحنا خبرتك، نحنا فينا صالون عنا الأشياء اللي كتير هاي كواليتي، وحتى البرودكت اللي كتير مشهور بالبلد، وطبعا ان شاء الله احنا يعني حنكون عند رضا الزبون دائما ما شاء الله. طيب ممكن تخبرينا شو سر النجاح والاستمراريه هي، والاسم الحلو اللي عندكم يا بالسوق؟ الله يخليك. هلا اول شيء سر النجاح طبعا دعم دوله الامارات، ما شاء الله بكل شيء هن داعمينا طبعا، والبلد ما شاء الله كثير نشطه وكثير فيها حتى سياح، والحمد لله اللي بيميزنا شغلنا الحلو والبرودكت العالي اللي بنستخدمه، وطبعا نوعيه الزباين اللي هلا موجوده عندنا ما شاء الله هن من ناس الهاي كواليتي، وهذا الشيء كتير بهم بالصالونات يكون موجود ما شاء الله. طب لو حبينا نحكي عن المستقبل، وين بتشوف الصالون بالسنوات القادمة؟ إن شاء الله حنفتح بفروع تانية بإذن الله. هلأ في عنا خطة افتتاح تانية بالجميرة وبالداون تاون، وإن شاء الله يعني حنكون معكم على طول وتشوفوا كل جديد عنا إن شاء الله. أتمنى يكون الأفضل. تسلم يا رب. شكرا. بدنا منك نصيحة لأي حد بيحب يفتح بزنس أو يقدم عمل داخل دولة الإمارات، شو نصيحتك للفئة هاي؟ طبعا ولحنا هلأ بصالون فينا حتخبركم على كل جديد، وإن شاء الله بتشوفوا عنا التطور بإذن الله ما شاء الله. بنهاية بدنا نعرف كيف ساهمت دولة الإمارات وحكومة دبي إنها تطور الصالون وتطور من العمل داخل الصالون. طبعا هلأ المعروفهم بدولة الإمارات في رقابة كتير كبيرة، وهذا الشيء كتير بيحمي الأشخاص، وكل حدا بيحب يفتح بزنس طبعا بدولة الإمارات، هذا شيء كتير مشجع ما شاء الله. هي من الدول عندهم كل شيء جديد وكل يوم في تجدد وسياحة كتير، وطبعا الحمد لله يعني أكبر شيء وأهم شيء هو الأمن والأمان اللي موجود بدولة الإمارات. نهاية بدنا نشكرك، وبدنا نخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون. أكيد في عنا الويب سايت، في عنا الانستغرام، وفي عنا الآن كمان تليفونات، ممكن نحط لهم إياها باللينك وتابعونا. شكرا جزيلا. شكرا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.